وزي ما فارس قال كان الامور فيها شويه دعابه كده، ونبداها طبعا بمحمود كهربا وصورته مع ديانج طبعا اللي عمل مباراه امبارح بغض النظر عن مشاركته في الهدفين، مباراه جيده جدا. طب هتقرا اللي مكتوب ولا لا؟ مش عارف هم يقروا بقى. جبت نتيجه يا توت يعني نين نين كده. ده الشفره بتاعه كهربا اللي ان شاء الله انا عاجبني، حتى التوقيتات اللي هو بينزل فيها اللاعب مقتنع بدوره، وده هنفضل نقف عندكم الصوره في الحته دي. كهربا بينزل ربع ساعه، بينزل تلت ساعه، بيجهز فنيا، راي الجمهور هو محتاجه يشارك قد ايه دي قصه تانيه، انما كهربا بينزل مركز كانه بيبدا من اول مباراه، وده اللي يهمنا جدا. نروح لصوره كانت طريفه جدا، اليو باتجي واليو ديانج ومملكه الاليو في النادي الاهلي حاليا، واليو باتجي هو اللي بيقول لاليو ديانج سرقت منك الهدف واهديت لك مره اخرى، وكان الروح دي باينه جدا حتى في باتجي في وهو بيتكلم يا احمد، واضح جدا انه دخل بسرعه قوي مع الفريق، وحتى بنشوف ديانج في تعبيراته وهزاره مع رامي ربيعه في الكواليس واحنا بنتفرج على القناه. رامي ربيعه تقريبا كان مستلم ديانج قبل المباراه بيوم، تاهيل الاجانب. فنتمنى من رامي ربيعه يكمل دوره مع ديانج وكمان ياخد باتجي في وده احمد يفكرنا بحاجه، الناس اللي كانت بتتكلم عن تعرض اللاعبين الاجانب لظروف معينه داخل النادي الاهلي، شفنا يعني ايه علاقه النادي الاهلي باللاعبين الاجانب. شفنا كابتن سيد عبد الحفيظ وهو بيشكر بوجي البان على اختياره وترشيحه لديانج، هو ده النادي الاهلي اللي مختلف، ما عندناش لاعب بنقصر في حقه، وما عندناش لاعبين بيقصروا، واكيد قد يعني يجي في كده في مخيله البعض من الكارهين للنادي الاهلي اسم لاعب معين او اتنين، بس ده في تاريخ النادي الاهلي استثناء مش قاعده، أندية تانية القاعدة عندها مختلفة تماما عننا. لكن خلينا في ديانج اللي عمل مباراة هايلة جدا وعمل واجب مع كابتن سيد عبد الحفيظ كبير، لكن ننتقل بقى من الهزار للجدية، يبقى أحمد فتحي طالما نتكلم عن جدية بقى كابتن النادي الأهلي حاليا هو أحمد فتحي في المباراة بتاعة بيراميدز، وصورة مع أيمن أشرف أكثر لاعب مرر كرات امبارح 71 كورة في جدية، ودي كانت بعد لقطة هدف التعادل. شايفين طبعا ملامح كابتن أحمد فتحي، و ده كان بعد هدف التعادل، ودي الكلام اللي حصل دايما بعد فكره ان انت تكون متعادل، لا احنا عايزين نلعب على الفوز. اللقطه دي بتفكرني بلقطه شبيهه للكابتن احمد فتحي مع السيد حمدي في نهائي دوري ابطال افريقيا في برج العرب 2012، كنا متاخرين امام الترجي 1-0، السيد حمدي جاب جول راح يحتفل مع المدرج، كابتن احمد فتحي راح جرى عليه وشده، لان مش في النادي الاهلي اللي بيحتفل بهدف تعادل. اعتقد ان الكابتن احمد فتحي علامه فارقه في تاريخ النادي الاهلي اكيد، ولاعب عظيم. ولكن نروح للاعب اخر وهو محمود متولي. محمود متولي اللي حابب اقف عندكم معاه هو ملامحه في الصوره دي. محمود متولي لاعب بطبعه هادئ الطباع، اللي شاف محمود متولي مع النادي الاسماعيلي هياخد باله ان محمود متولي ما كانش اللاعب اللي بيتمتع بالشراسه حتى الفنية أو على مستوى ملامح اللاعب وشخصيته. محمود متولي داخل النادي الأهلي تحول لشيء مختلف، الشراسة الفنية حاجة والشراسة على مستوى الشخصية حاجة. الشراسة الفنية أحمد شفنا مع جون أنتوين امبارح وهو معاه في كل حتة في الملعب، لدرجة أن أنا حسيت أن جون أنتوين لو طلع الأتوبيس وهو مروح هيلاقي محمود متولي قاعد جنبه. كان شيء فعلا رائع من تركيز لاعب زي محمود متولي على جون أنتوي، اللي خلى ملوش أي أدوار واضحة داخل المباراة إلى أن خرج. وعلى الجانب الآخر كمان بنشوف شخصية اللاعب دايما وهو بيتكلم، تحس إن اللاعب خد كده شكل النادي الأهلي يا أحمد. هو بالتأكيد سريعا جدا اللاعبين اللي بتنضم للنادي الأهلي بيبقى دايما عشان تلعب في النادي الأهلي لازم تاخد شكل النادي الأهلي، لأن دي صعبة على اللاعب. اللي مش هياخد شكل النادي الأهلي أكيد مش هيلاقي مكانه لا في الفريق الأساسي ولا في الاحتياطي ولا حتى بصمته مع الجماهير. لكن من أساطير كرة القدم نروح لأسطورة كرة السلة والكابتن طارق الغنام، اللي بقى علق على احتفال أليو ديانج امبارح اللي كان مفكر إن هو أحرز ثنائية. ده طبعا الباسكت اللي لعبه أليو ديانج هو خلاص جاب على طول الناس، هي لها معنى اخر ان الثلاثيه الثلاث نقاط، هدف الثلاث نقاط هي برضه ممكن يكون بيقصد بس كده. لا انا بقول على ديانج، ديانج نفسه كان مفكر حاسب الجون الاولاني، هو ديانج كان بياخد كده القصه، وبادجي جه احتفل، بس برضه بادجي ما سابش حقه مع ديانج ورد له هدف مهم جدا اكيد. وننتقل